السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم بالتفصيل عن نظام التعليم الإلكتروني في كلية العراق الجامعة. هذا النظام المعتمد بشكل أساسي على منصة المودل. هذه هي الصفحة الرئيسية للنظام. طبعا هذا النظام ما يدخل إلا يعني الفئات التالية: يا أما الأدمن اللي هو المصمم للموقع والمشرف العام على الموقع، والمانجر اللي عنده صلاحيات يعني بعض التحويرات وبعض الإضافات على الموقع، يعني صلاحياته أقل من صلاحيات الأدمن، والتيتشرز اللي هو ممكن يكون التدريسي أو رئيس القسم المشرف على كل دروس القسم، بالإضافة إلى الستيودنتس. طبعا أي شخص غريب ما يقدر يدخل إلى هذا النظام، فبالتالي البرايفسي مالته يعني عالية، حتى السكيورتي مالته أيضا عالية، لأنه مثل ما تعرفون نظام المودل هو نظام عالمي. ما يقدر يدخل إلى هذا النظام إلا شخص عنده يوزر نيم وباسورد، فما لم يكن مسجلا مسبقا يعني عند الكلية أو في أيام وحدة الآي تي في الجامعة ما يقدر يدخل إلى هذا النظام. هي اللي تسجله بعد أن تتأكد من هويته وشخصيته وتمنحه اليوزر نيم والباسورد، بالتالي يستطيع الدخول إلى هذا النظام سواء كان تدريسي أو كان طالب. هذا النظام بعد أن يسوي عملية اللوغين يقدر هنا الطالب، هذه الصفحة الرئيسية، يقدر يتصفح مثلا أخبار الطلبة على سبيل المثال، آخر الأخبار للطلبة، تجيهم إعلانات فيما يتعلق ب مثلا استبيانات احنا سوينا قبل مدة، امتحانات مواعيد الكوزات الإلكترونية والجداول اللي أعلناها، التنبيهات، الإعلانات العامة إلى آخره، كل الإعلانات اللي تخص الطلبة تنزل هنا إلكترونيا أول بأول. نعم احنا عندنا يعني نظام ورقي ونعلن على لوحة الإعلانات داخل الكلية، ولكن أيضا نعتمد على الموقع الإلكتروني للناس اللي ربما ما تشاهد لوحة الإعلانات أو تكون نوعا ما بعيدة، خصوصا في ظل هذه الظروف الآن الطلبة بعيدين عن الجامعة. هذا صفحة أخبار الطلبة، وعندنا صفحة أخرى عن أخبار الجامعة بشكل عام، الطالب بعض الأحيان يحتاجها أو التدريسي يحتاجها، هذه مثلا إعلان، هذا إعلان ثاني عن جدول الامتحانات ومشاكل، أيضا أخبار الجامعة أول بأول تنزل هنا. أيضا عندنا الجداول الامتحانية، هذه مهمة، هذه ضرورية ودائما الطلاب يعني يراجعوها، لأنه جدول امتحان الكوزات الإلكترونية لقسم الاتصالات لقسم تقنيات الحاسوب، يجي الطالب يلقى نسخة من الجدول محملة إلى على الموقع، يحمله في هذا المكان، هذا هو المكان اللي ينزل به التحميل مات الجدول. ممكن أن نفتح هذا الملف ويشاهد الجدول بالتفصيل، موزع جداول الامتحانات الافتراضية الإلكترونية المختبرية والنظرية. هذه أيضا مهمة للطالب متابعتها أول بأول. بعد من الأشياء اللي يلقاها أيضا الطالب أي إضافات، مثلا استبيان، قبل فترة يعني سوينا استبيان للطلبة عن رأيهم بالنظام الإلكتروني والأسئلة الإلكترونية ومستوى الأسئلة ومشاكل، الآن هذا الكوستشنير، هذا الاستبيان كلوز على اعتبار هو يعني أجري من مدة، وبالحقيقة أيضا طلب من قبل الوزارة وجهزنا إلى الوزارة الموقرة. هذه أبرز الأشياء اللي موجودة بالصفحة الرئيسية اللي تخص الطلبة، وأكو شريط أخبار أيضا يظهر للطلبة، بعض الأحيان نخفيهن، يعني بعض الفاسيلتيز نحاول نخفيها لأن إحنا بظروف صار ضغط على شبكة الإنترنت، فبعض الأشياء بدينا نخفيهن لتخفيف نوعا ما الثقل على الموقع، وبالتالي زيادة سرعة فتح الموقع عطفا على ضعف خدمة الإنترنت الموجودة في البلد. لو كان عندنا انترنت سريع لكانت الفاسيلتيز اكيد اكثر. ما يهم الطالب اكثر الان هو الدخول الى القسم المعني، يدخل الى قسمه اللي خاص به ويروح الى الدروس مالته. راح نختار احد الاقسام، قسم هندسه تقنيات الحاسوب، يلقى المرحله مالته، راح نحاول نتصفح هذه المراحل وحده تلو الاخرى، السمستر الاول ام السمستر الثاني. احنا هنا لازلنا نتبع النظام الفصلي طبعا في الجامعه باستثناء المرحله الاولى اللي تبعوا نظام المقررات. كل الدروس هنا يلقاها موجوده، الفيزيكس والماثماتكس الى اخره، كل الدروس موجوده، الدروس اللي بيها مختبرات اللي بيها عملي يلقى بارتين مع
مثلا هنا درس الكهرباء الالكتريسيتي كلاس ويلقاها لاب مسوينها بارتين. نعم هذا حاليا في طور العمل في طور التطوير، ولكن في كثير من الدروس تم تنفيذها وتحقيقها. هذه الدروس حتى الدروس الاختيارية كلها مسجلة عنده. نقدر نصفح مثلا احد الدروس مثل درس الفيزيكس ونشوف شنو محتوياته. راح نلقى محتوياته، هذا كويز اجري قبل مده، عدد المشاركين يظهر، يقدر واحد يفتح الكويز. هذا الكويز انتهى وقته، اكو كويز ثاني هنا. كل المحاضرات الموجوده سواء كانت على شكل رابط يعني مسجله فيديويا ومحمل على قناه الجامعه على اليوتيوب، هنا نجيب له الرابط فقط، او كانت على شكل محاضره دوكيومنت بالبي دي اف او بالوورد او بالباوربوينت، او على شكل فيديوهات تنزل احيانا مثل هذا الشكل ننزلها الى مباشره، او ننزلها الى مثل ما راح تشوفون بالدروس الاخرى على شكل يعني بث مباشر عن طريق برنامج او البلاجن اللي اسمها بيج بلو باتن. فكل المعطيات كامله هنا عند الطالب في هذا الدرس. هذا نموذج من الدرس، الاساتذه كل حسب طبيعه الدرس يضيف المحتويات المطلوبه. لو اخذنا مثلا نموذج لدرس اخر على سبيل المثال درس الفندمنتالز اوف كمبيوتر ساينس، راح نشوف هنا الاشياء التاليه. راح نشوف انه الاستاذ الان ضاف اساينمنت، الان هذا الاساينمنت دو 16 ابريل، اوكي يعني هذا هو التاريخ مالته. طبعا تم تمديد المده اليوم 18 بالحقيقه 4، فشاف انه بعض الطلبه ما ملحقين فمدد لهم المده. اذا لا زال هذا الاساينمنت مطلوب من الطلاب يسلمونه، نقدر ندخل على هذا الاساينمنت ونشوف الطلبه شلون تبدي تحمل. حاليا المشاركين المقدمين 46 من 73 طالب. ممكن واحد يعرض كل السبمشنز، كل المتقدمين يظهرون هنا بالاسماء، كل واحد المقدم مالته والدرجه اللي نازلت له حسب الاساينمنت. طبعا هاي الاساينمنت الاستاذ اكيد شيكه ووضع له الدرجات، نزل الدرجات مالتهم، كل واحد بالتفصيل يقدر يعني يشوف المعطيات اللي عنده. يقدر الاستاذ او اي او حتى الطالب يقدر يشيك حتى الملف نفسه، يقدر هذا مثلا هسه اذا انقر عليه اشيك معطيات الطالب، هذا اتحمل هنا واشوف الحلول مالته الدوكيومنت بمثلا الوورد او دراسته على شكل بي دي اف بعد هنا حسب اتفاقهم مع الاستاذ، استاذ الماده هو شنو رايده. اوكي هذا الاساينمنت. اشياء كثيره بالحقيقه يقدر الاستاذ يسويها. هذا الشيء الاول شفناه شلون يطلب من عندهم اساينمنتات، واحنا اعتمدناها بشكل اساسي لان حسب توصيات الوزاره الموقره انها ستكون جزء من درجات السعي. بعد هنا عندنا يعني شات او فورم بالحقيقة منتدى طلبة لم يؤدوا الامتحان الخاص يمكنهم المراسلة، أو إعلان أو لاب إكزام، هذا بالحقيقة لاب إكزام، أشياء كثيرة، دوكيومنتس بالبي دي اف، تجارب مختبرية، الملزمة أو الدوكيومنت مثل التجربة المطلوبة، هذا رابط إلى فيديو مسجل موجود على قناة الجامعة على اليوتيوب، فيديوهات، هذا فيديو ينقر عليه يتحمل ويقدر يشوفه لمحاضرات فيديوية. هذا أيضا كويز أجري سابقا، أو عفوا هذا 25، هذا بعده يعني راح يجرى في 25/4 كويز. حاليا احنا نسوي هيدن فروم ستودنتس على اعتبار بعد ما جاي وقته، قريب وقته يتظهر ويظهر إلى الطلبة حتى يأدوه. هذه امتحانات أيضا، امتحان مختبر، هذا امتحان نظري وهذا امتحان مختبر. هذا ممكن يكون لغاية يعني منطقي هو لغاية 25/4. امتحانات كثيرة وأساينمنتات كثيرة بالحقيقة ذاكرها الأستاذ على الصفحة مالته. هذا أيضا لاب إكزام راح يكون في يوم 21/4، حاليا ما حد داخل عليه، راح يفتح في يوم 21/4. أشياء كثيرة هنا موجودة للطالب يقدر يشوفها ويقدر يستفيد منها، سواء كانت امتحانات أو كانت دوكيومنتس أو كانت أساينمنتات ومشاكل. أيضا مثل ما تشوفون حضراتكم هنا الأستاذ فاتح يعني غرفة للشات المباشر، السينكرونس شات أو سينكرونس ديسكشن،
مجرد الطالب طبعا هو اكيد يحدد موعد كليك هير تو انتر ذا تشات ناو، مجرد ان ينطر بالموعد اللي يحدده الاستاذ يقدر. هنا محدد الثلاثاء 21/4 الساعه 11 صباحا يجي الطالب ينقر على انتر تشات فيدخل الى غرفه ويبدي يسال ويجاوب. هذه الحوارات المباشره، واحنا اختارينا الشات على الموقع لانه بالحقيقه اكثر امنيه واكثر خصوصيه من التليجرام والواتساب وما شابه. ايضا الاستاذ الماده هنا فاتح فورم منتدى، المنتدى يختلف عن الشات، الشات هو سينكرونس ديسكشن بينما المنتدى هو اسينكرونس ديسكشن. يقدر طالب هنا اد نيو ديسكشن، يقدر يحط سؤال والاستاذ فيما بعد يجاوب، او الاستاذ يحط فد اساينمنت او فد هومورك او فد سؤال معين يستخدم به لتحريك ذهنيه الطلاب، اللي مثلا العصف الذهني شويه للطلاب، سؤال يحرك ذهنهم يثير عندهم مثلا التفكير النقدي فالطلاب يجاوبوا على راحتها. وايضا بمواعيد للفتح والغلق، ممكن يكون موعد الغلق الى نهايه العام وممكن يحدد موعد للفتح والغلق لهذا الفورم لهذا المنتدى. هذا كلها بصفحه احد الدروس. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. خلينا ننتقل إلى درس آخر مثلا ضمن دروس المرحلة الثانية، أيضا دروس كثيرة موجودة عندهم سمستر 1 نفتحها، ودروس كثيرة موجودة ما نقدر نصفحها كلها حتى لا يطول عندنا الفيديو. خلينا نختار مثلا درس الأنالوج كوميونيكيشن. هذا الدرس ايضا بيجي يعني تشاهدون البي دي اف، ملفات البي دي اف للمحاضرات للمختبر، يستغلها الاستاذ لتحميل المختبر. هذه كلها ملفات، هنا فيديو اذا ينقر عليه الطالب يحمله هذه المحاضره فيديو، والاستاذ يقول لهم هذا الموضوع شنو، مثلا تحويلات فورير على سبيل المثال. هنا اجوبه الكويز مثلا يحط لهم على شكل ملف، الحلول للهوماركات فيديوهات ومشاكل. هنا انالوج كوميونيكيشن اونلاين كويز، ايضا هذا كويز ادو سابقا اوكي مدينه داخلين 64 من 78. ايضا كويز هذا مات اللاب مات المختبر، حاط هنا فيديوهات اخرى مستمرين باعطاء المحاضرات حسب توصيات الوزاره. هذه حلول اسئله مات الكويز يطالبوا بها الطلاب يستفيدوا منها ترفع مستواهم، كوزات مستمرين بها الاونلاين نكثر من عندها، نسوي اثنين نسوي ثلاثه حتى الطالب يعني ياخذ افضل الدرجات واعلى الدرجات. هذا ايضا الاختبار لطلبه معينين، زين صادف فد مشكله ما قدروا يؤدون ذاك الاختبار يعيد لهم الاختبار لهم الى اخره. هنا طلب من عندهم حسب توصيات الوزاره الموقره، طلبت مثلا تقارير ايضا تساعد الطلاب، فطلب منهم ريبورت معين وحدد لهم اخر يوم لاستلام التقرير يوم 21، يبدون الطلاب يسوون التقارير ويسووا له سبمت. هذا بالنسبه الى التقارير. هنا سوالهم منتدى نفس الكلام، هم موضح لهم هو بعض الملاحظات، يقدر الطالب ينقر على المنتدى، ينفتح المنتدى ويضيف التساؤل اللي عنده أو السؤال اللي ما يعرف يحله يقدر يضيفه، أيضا يحمل أسئلة، أكو إمكانية لتحميل أسئلة بهذا المنتدى، منتدى حوارات ومناقشات بين الأستاذ والطلبة. إذا كوزات وريبورتس ومنتديات غرف شات إلى آخره، كوزات مختبرية كوزات نظرية كلها موجودة، ملفات الدرس كلها معروضة ضمن هذا الدرس اللي اسمه Analog Communication. نروح إلى درس آخر من دروس المرحلة الثانية، خلينا نختار مثلا درس الإنجليش. درس الإنجليش من الدروس اللي نهتم بها اللغة الإنجليزية لأن هي اللغة العلمية واللي بالحقيقة يحتاجها طالبنا في كلية الهندسة، في أشياء كثيرة ما يحتاج نتحدث عنها، ملفات documents فيديوهات تحدثنا عنها في الدروس السابقة، التكست بوك المعتمد، المحاضرات، فيديوهات، روابط إلى آخره، أشياء موجودة. هذا كويز سابق أدو الطلبة في وقت سابق، أيضا هنا مجموعة مستمرين طبعا بإعطاء المحاضرات والروابط للفيديوهات اللي موجودة على قناتنا على اليوتيوب. هذا كان كويز ايضا اخر انتهى قبل مده، اعتقد اليوم بالضبط اليوم كان اكو ايضا كويز، هذا كان اليوم انتهى الكويز. خلي شوي ندخل بالكويز ونشوف انماط الاسئله اللي نجيبها بكويزات اللغه الانجليزيه. انماط نحاول نخليها متعدده، تعتمد مثلا على سبيل المثال على المالتي تشويس كويشن، مثلا هنا رساله يتعلم بها الطالب واسئله على الرساله، ومالتي تشويس هنا موجودة على ضوء الرسالة الموجودة، هذا نمط من الأسئلة.
وهو نمط جيد يعلم الطالب على كتابة الرسائل. هنا النمط الأهم هو النمط اللي يعتمد على listening والcomprehension، شلون الطالب يستفيد من listening، شلون يسمع ويفهم الأشياء اللي يسمعها، لأن إحنا مو فقط ندرب الطالب على reading والwriting، أيضا نريد من عنده listening والcomprehension حتى يكون بالحقيقة يعني يجيد best practice للغة. خلنا نسمع الرسالة هذه الصوتية أو السؤال الصوتي والأسئلة هذه على هذا السؤال الصوتي. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? هذا هو كان السؤال. ممكن الطالب يكرر أكثر من مرة، إذا ما افتهم من المرة الأولى ممكن عنده فرصة لتكرار السؤال، يضغط مرة ثانية هنا ويكرر عنده السؤال. Question 2. Do you mind if I turn the... وهكذا يسمع السؤال ويجاوب على الأسئلة بناء على السؤال اللي سمعه. يعني ينطيني النظام الإلكتروني فرصة لإضافة مقاطع صوتية بل مقاطع فيديوية أيضا. بعض الأحيان الأساتذة يجيبون مقاطع فيديوية حوارية معينة يستفيد منها الطالب ويجاوب عليها. هذا سؤال آخر. Question 1. Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. هذه نوع من الأسئلة ممتازة جيدة تعود على listening وتفهم اللغة الإنجليزية بشكل أكثر. هذا السؤال الصوتي والاختيارات. وهكذا أنماط كثيرة من الأسئلة نعتمدها. هذا السؤال matching يختار الإجابة، السؤال والإجابة الصحيحة مالته مثلا هذا الفرع الأول، ويختار الجواب الصحيح. يعني أي من هذه الاختيارات بحقيقة تنطبق أو ماتش ويا السؤال. هذا السؤال أيضا نمط من الأنماط المعتمدة. أيضا أكو أنماط أخرى غير المالتي تشويس، اللي هي أنماط أن يكتب لفد 50 words أو أكثر أو أقل، يتعلم الطالب على الرايتنج. وهكذا أنماط كثيرة موجودة بالحقيقة من الأسئلة، بالإضافة للمالتي تشويس وبالإضافة إلى الفول إن ذا بلانكس اللي هي أسئلة الفراغات. هذه تقريبا أبرز الأشياء اللي موجودة في درس اللغة الإنجليزية لطلبة المرحلة الثانية. نروح إلى درس آخر على سبيل المثال، مثلا درس الـ OOP اللي هو الـ Object Oriented Programming Language. أيضا راح نشوف محاضرات PDF، راح نشوف فيديوهات ينقر عليها الطالب تتحمل ويتابعها. هاي الفيديوهات يعني في بعد الحظر، من بعد ما صار الحظر وصاروا الطلاب بعيدين عن الجامعة، فتسجيل محاضرات فيديوية أول بأول لإكمال المنهج ضمن النسب المقررة من قبل الوزارة. هاي كلها فيديوهات. هنا علامة البي، هذا Big Blue Button، يعني هنا أكو بث مباشر لهذا الدرس، يعني طلاب حاضرين كانوا موجودين. هذا رابط لمحاضرة محملة على قناة الجامعة على اليوتيوب، أيضا مسجلة فيديويا. أشياء كثيرة. هذا كويز يعني أجري سابقا يعني شهر الثالث، هذا منتهي الكويز مخلص. هذا كويز مختبر، أيضا هذا كويز مختبر مسوينه، هذا أجري سابقا. أيضا أكو شيء جديد ضفناه مؤخرا اللي هو الـ VPL، لأول مرة أتوقع حسب معلوماتي لأول مرة بالجامعات العراقية أن تصير مختبرات افتراضية إلكترونية على المنصة عن طريق الـ VPL plugin. يقدر واحد هنا ينقر على، طبعا يحدد إلى مواعيد، هذه هي المواعيد، يفتح مثلا في 12 أبريل على سبيل المثال ويغلق في 12 أبريل. هذا يحددها أستاذ المادة. الملفات اللي مسموح للطالب يحملها ملفين مو أكثر ما يقدر. العمل هنا ليس طلاب اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما individual work، يعني كل طالب الحال ما تبحده، الدرجة ما تمحددة. والرن يسمح للطالب أن ينفذ هذا البرنامج ويسمح له أن يسوي له ديبوك، بس ما يسمح له أن يسوي إيفالويت. يقدر الأستاذ يحدد فيما إذا كان الطالب يقدر يقيم نفسه ويحصل على درجة أو ما يحصل على الدرجة مباشرة. بعض الأساتذة يقول يس، ليش؟ حتى الطالب بس ينقر على سبميت تجي له الدرجة، يشيك الحل وتجي له الدرجة. أكو أساتذة يقول لك إنه السيستم يصحح على فقط النتائج، أنا ما أريد فقط على النتائج لأنه الطالب ربما يخطأ، فحرامات يعني يصفر الطالب، فليش ما ننطي درجات على البروسيجر على الخطوات، فيلغي نظام الأوتو جريدد أوكي، ويبدي هو يصحح يدويا، يشيك خطوات الحل حتى ويحمل الدرجات يدويا. فهنا بعد حسب طبيعة الدرس وحسب الأستاذ شلون يقدر يتعامل مع الامتحان والطلاب مالته.
فمثلا على سبيل المثال أريد أشيك الامتحان، طالب يدخل على الامتحان test activity edit، يدخل إلى ينفتح له ملف، هذا الملف طبعا طبيعته أو امتداد لازم يكون امتداد طبيعة البرنامج اللي هو C++، ينفتح الملف ويكتب الكود مالته ويخزنها هنا ويسوي لها run، يقدر يسوي لها run، يقدر يسوي لها debug، وهنا إذا كان مفعل الإيفالويت الستاف يقدر يسوي إيفالويت. طبعا الديسكريبشن اللي هو الأسئلة المطلوبة من الطلاب مذكورة هنا، سؤال الأول اكتب برنامج لكذا، والسؤال الثاني اكتب برنامج لكذا، موجودات عنده، يخلص البرنامج الأول ينفذه ويخلص من عنده ويروح يفتح ملف جديد هنا، هذا هنا نيو فايل اوكي، او هذا عفوا انزين نيو فايل، ويفتح ملف جديد ويحط البرنامج الثاني ويشيكه ويحملهن، من ورا ما يكملهن يسوي لهن عملية سبمشن، راح يسوي لهن عملية رفع، فيجن الى الاستاذ، الاستاذ راح يجي ورا مدة من الزمن يفتح السبمشن ليست، هذه السبمشن ليست حتى يشوف منهم من الطلبة مقدم، من هسه هذول الطلبة كلهم مقدمين حاليا نو جريد، زين لأنه الأستاذ بعد ما رفع الدرجات على ما ينزل الواجبات مالتهم ويصححها ويرفع الدرجات مالتهم. مثلا أختار الطالب هذا، أرد أشوف مثلا شغل مالته، هذا الطالب هذا الشغل مالته، يقدر الأستاذ هنا يسوي له داونلود، ينزل هذين الملفات ويصححهن على الورق، أو يقدر يشيكهن هنا، هذا السؤال الأول وهذا السؤال عفوا هذا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني، المطلوبات يشيكهن الأستاذ، إذا مقتنع بهن ينطي الدرجة المناسبة، يجي يكتب هنا مثلا 5 أو على سبيل المثال مضبوطات يكتب 10 ويضغط على grade ويروح إلى next، يروح إلى الطالب التالي وهكذا. هاي طريقة التشيك. واحد يقول لا أنا ما أريد على الحاسبة، أريد على الورق، يضغط على داونلود ينزلن عنده على ملف ويسحبن على ورق ويصححن براحته، يصير كأنه تصحيح امتحان إلكتروني. هاي إجابات الطلاب في مختبر الـ OOP وتنزل عندهم الدرجات كاملة هنا موجودة. أوكي، كل التفاصيل المتعلقة بالطالب وفترة الامتحان ومدة التقديم والدرجة وما شابه كلها تظهر هنا، وكلها ممكن الأستاذ يحملها download all submission، تتحمل مرة واحدة كل ملفات الطلبة، كل واحد يحمله هو والاسم مالته يظهر download submission أو download all submission، يقدر يحدد يحملها الأستاذ مرة واحدة ويحصل ويروح يصححهم يعني بطريقته ويمنح الدرجات يدويا، او يقدر يسوي اوتوماتيك او سيلف جريدد. بس هنا شويه الطالب نوعا ما ينظلم، لانه اذا عنده غلطه فارزه السيستم راح يصفره، لان السيستم راح يصحح على ضوء الريزلت، على ضوء النتيجه، ما راح يحسب الخطوات، وربما يصير بها شيء من الظلم، ولذلك الاساتذه يفضلون ان يتعبون نفسهم ويصححون يدويا في سبيل ان لا ينظلم الطالب. هذا تقريبا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية. خلي نشوف مثلا نموذج من المرحلة الثالثة، نروح إلى المرحلة الثالثة نشوف نموذج لدرس مثلا درس الـ OS مثلا Operating System. هنا أيضا أستاذ المادة طارح Assignment، طالب منهم Assignment باللاب مات الدرس، درس Operating System بلاب بلغة الجافا. حاليا مقدمين 35 طالب من 83، نقدر هسه ندخل على الاساينمنت ونشوفه، نشوف شنو الاستاذ طالب، نشوف منو اللي داخل، منو ما داخل. اوكي، هذا هو التاسك، التاسك هنا معروض يقدر واحد يشوفه، ممكن ينفتح التاسك هذا هنا، هذا هنا نتحمل التاسك، ممكن نفتحه ونشوف التاسك بمجموعه من الاسئله البرمجيه، ما ادري يمكن في حد 17 اتصور سؤال، نعم 17 سؤال. هذا الاسايمنت اللي معطى للطلبه، حاليا 35 طالب مقدمين من اصل 83، اقدر اشوف السبمشنز مالتهم، اقدر اعرض السبمشنز مالتهم، اقدر اشوف حلولهم، هنا ينطيني تفصيل كامل، هنا بعدها نوت جريدد اغلبها بعدها ما مصححه، انزين ننتظر اكمال الواجبات جميعا وتبدا عمليه التصحيح. ممكن واحد يختار احد الطلاب ويشوف الحلول مالته، انزين مثلا هذا طالب منطي حلول، فاقدر اشوف هذه الحلول مالته استعرضها او اسوي داونلود لجميع السبمشنز واصححها وارجع انطي جريد الى الطالب. هذا بالنسبه الى النموذج الاول اللي مضاف بالدرس اللي هو نموذج الاساينمنت. بهذه الطريقه نحمل للطلبه اساينمنت ضمن يا درس، ضمن درس الاو اس. بعد التشابترات كلها يعني موجوده، تشابتر 1 تشابتر 2 ملفات PDF للماده، بيج بلو بتن يعني اكو بث مباشر كان للطلبه،
رابط لمحاضرة فيديوية مسجلة منشورة على قناة الجامعة على اليوتيوب. أيضا جيب للرابط هنا، يريد يروح يدخل القناة، يريد يدخل لها منها، أو يريد يروح للقناة مباشرة، هذا راجع له، خيارات كلها موجودة. محاضرات فيديوية مجرد كليك عليها يصير بها داونلود على سطح المكتب ويقدر يراجعها. ملفات الكتاب المنهجي للدرس موجود، حلول أسئلة موجودة. إحنا لغاية تجربة رقم 7 أجريناها بالدوام الصفي، أما في أيام التعليم الإلكتروني زين حملنا له الإكسبرمنت رقم 8 اللي هي تقريبا الأخيرة أو يمكن بعد وراها تجربة أعتقد. المهم أيضا هنا امتحانات نظرية، هذه أجريت الامتحانات خلصت، هذا امتحان أيضا أجري، هذا لاب أجري هذا الامتحان. أيضا أكو نموذج للامتحان الافتراضي المختبري، هذا هو VPL، يعطى إلى السؤال وينشرح السؤال، مرات نحطه بالوصف مباشرة حتى يقدر يشيكه قبل ما يدخل، ملاحظات على سبيل حتى مسجات صوتية تشرح له زين شنو المطلوب. خلينا نسمع المسج الصوتية. مرحبا طلاب، إن شاء الله تكونوا كلكم صحة وعافية. هذا الإكسرسايز حتتمرنون عليه قبل الامتحان. اكزامبل بسيط، يوجد العدد شلون نطلع العدد. هذه حتى مسجات صوتيه احنا نضيف للطلاب زين، ربما ما ينتبهون للكلام. اذا دخلنا الى الامتحان راح نشوف التيست وراح نشوف الاجابات، نفس الكلام. هنا ايفالويت سامح به الاستاذ يس، معناها الطالب يقدر يحصل على درسته مباشره، يعني اوتوماتيك او اوتو جريدد، اوتوماتيك جريد يس، فيحمل. هنا ربما الاستاذ يريد، ما يريد خطوات، يريد النتيجه. اوكي، هاي ملفات الاكسكيوشن اللي هي يسمونها تيست كيسز، كلها موجوده هنا. يقدر الطالب هسه يضغط على تيست اكتيفيتي ويفتح ملف ويبدي يجاوب، او الاستاذ زين يروح الى السبمشن ليست. طبعا اكو اشياء ما تنعرض للطالب مثل السبمشن ليست، هاي تعرض هسه، انا تعرض امامي لانه تيتشر، اما طالب ما تعرض لها هاي السبمشن ليست. القى هنا الطلاب المقدمين الموجودين اللي حاليا هم بالحقيقه مؤدين هذا الاختبار المختبري، هذا مختبر تابع لي مختبر المادة، وأقدر أشوف اختباراتهم. مثلا هسا أختار لي نموذج من الطلاب، مثلا هذا الطالب على سبيل المثال، أختار النموذج مات الحل، تطلع عندي صفحة مالته، هذا هو الحل. أقدر هسا أخذ الحل مالته، هذا كوبي بيست، أريد أسوي له داونلود وأصححه، أريد أسوي له إيفالويت. إذا ما مسوي له إيفالويت، هو مسوي إيفالويت، إذا ما سوي الإيفالويت أقدر أسوي الإيفالويت، أو أقدر أنزل درجته مانوال هنا أحط الدرجة. أريد أتأكد مثلا إلكترونيا، أقدر أسوي كوبي وأروح أنفذ البرنامج زين. هذا هسه إذا على سبيل المثال سويت له كوبي، ما أدري هسه هو صح له خطأ، على سبيل المثال ما متأكد من عنده، فأسوي له كوبي وأروح إلى التيست كيسز، هذه أغلقها الصفحة وأروح إلى التيست أكتيفيتي، مو تيست كيسز، تيست أكتيفيتي، وانفذ واشوف الحل، اديت اشوف الحل مالته صح خطا، اتاكد من عنده بالاضافه الى التاكد، لان بعض الاحيان التاكد ربما الورقي ياخذ جهد ووقت. فاقدر هنا aa.java فتحت ملف جديد، انسخ البرنامج مالته، اخزن البرنامج مالته، خزن واسوي له ران، اسوي له ران. اذا ضغطت على ران اشوف الناتج واشوف فيما اذا كان اعطاني ايرور، ما اعطاني ايرور، الحل صح الحل خطا. راح اشوف هنا اكو اخطاء عنده بالبرنامج، اشوف هذه الاخطاء واقيم عليها، يا اما انا ابحث عن نتيجه فمجرد ان انطي خطا انطي صفر، يا اما امنح درجات على البروسيجر على الخطوات فاشوف الخطوات ايش قد هو قريب من عندها. هذا ايضا فيما يتعلق بالاختبارات المختبريه الالكترونيه. خلينا نرجع الى الدرس نشوف شنو بعد موجود بالدرس. اشياء كثيره احنا نحطها بالدرس، مو فقط الاختبارات المختبريه الافتراضيه والمحاضرات، اشياء كثيره نخليها بالدرس. هذه هي هذا اختبار الكتروني افتراضي، هذا اختبار ثاني، هذا اول، هذا اختبار ثاني ايضا، هذا اختبار ثالث، وهكذا. هذه ثلاث اختبارات مختبرية افتراضية بمادة الاوبريتنج سيستم اللي هو مختبر الجافا. اروح الى درس اخر من الدروس اللي موجودة عندنا، نشوف نموذج اخر، خلينا نشوف نموذج لدرس رياضيات، نشوف اهل الرياضيات شلون يدخلون معادلاتهم، شلون يدخلون الدوال الرياضية، هل اكو آلية وضعناها، ماكو آلية وضعناها. خلينا نشوف نموذج، مثلا هذا درس الانجينيرنج اناليسز، تحليلات، هذا كله رياضيات، هذا كويز
مسوينا سابقا. هذا الكويز انتهى. طبعا المحاضرات كلها محملة كاملة، فيديوهات مسجلة موجودة، حلول أسئلة كلها موجودة. هذا كويز موجود، هذا حاليا مخفي من الطلاب. إذا أدخل أشوف نموذج من عنده، أشوف هذا النموذج على سبيل المثال، بس أشوف نموذج واحد. هذا هسه نموذج من سؤال، هذا هسه نموذج من سؤال. شوف حتى المعادلات الرياضية زين نطبعها، لأن عندنا محرر معادلات موجود بالمودل نقدر نستخدمه ونطبع التكاملات والمشتقات ومشاكل كل الأمور الرياضية نقدر نطبعها بشكل طبيعي. هذا بالنسبة إلى دروس الرياضيات، كل دروس الرياضيات ما عندنا مشكلة بها، معادلات تنزل بشكل طبيعي. نروح إلى نموذج لدرس آخر، مثلا درس الكنترول على سبيل المثال، نشوف شون أيضا نفس المحاضرات، الروابط، الفيديوهات كلها موجودة. يعني الصفحة غنية بالكوزات النظرية، بالكوزات المختبرات، وأيضا نرجع مجرد أن نشوف هاي العلامة فهذا الـ VPL، يعني هذا هو الاختبار المختبري الافتراضي الموجود. أوكي، هذا هسه هنا مفتوح الاختبار، هذا بالماتلاب، مختبر الكنترول احنا ناخذه بالماتلاب. اقدر اروح اشوف السبمشن ليست، من مقدم من الطلاب، من ما مقدم، والله عندي مجموعه من الطلاب مقدمين وانتظر البقيه ان يقدمون. مثلا اريد اشوف حل احد الطلبه على سبيل المثال، وليكن مثلا هذا الطالب، خلينا نشوف الحل مالته، هذا الحل مالته اريد اتاكد منه. حاليا هو نوت جريدد، مثلا اريد اشوف الحل مالته هذا صح لو خطا، اقدر انسخ الحل، طبعا اقدر اشيكه هيك من عندي او اقدر اشيكه الكترونيا. الحالتين اقدر اسويها، اخذ البرنامج مالته واروح مباشره الى التكست اكتيفيتي، عفوا التست اكتيفيتي، خليه يفتح لي ملف واشيك كانه انا هسه الان جاي احل مو طالب. خلي يفتح لي الملف، الملف هنا امتداده edit، الملف هنا امتداده m فايل، يعني اسم دوت m. افتح الملف واسوي بيست لهذه الكود اللي مسويها الطالب، واسوي ران واشوف حل الطالب فيما اذا كان صحيح او خاطئ. هنا راح يطلب من عندي اسم للملف مثلا aa.m، انتر، راح يفتح لي ملف اكوب الكود مال الطالب. طالب هاي الكود اللي لقيتها عنده، اسوي لها سيف، وبعد ذلك اسوي لها ران واشوف النتيجه. اذا حل صحيح تطلع عندي النتيجه صحيحه، وبالتالي راح ياخذ 10 من 10 اكيد. اما اذا كان الناتج مو صحيح اشوف الخطوات مالته حتى لا ينظلم. هنا يبدو اكو ايرورات، ما اعرف شنو الايرور، سينتاكس ايرور، زين يبدو يمكن اكو شيء زايد، اعتقد بالكود يمكن اكو شيء زايد بالكود. هاي العلامة زايدة ماكو بالكود. اوكي، هسه نرجع صححنا الكود، خزن ورن، خلينا نشوف هسه. هذا برنامج مطلوب منه يرسم الساين ويف اللي داله، يرسم موجة الساين، يرسم موجة الساين بالماتلاب. مثال بسيط، تيست بسيط يتعلم من خلال الطالب استخدام المنظومة الافتراضية او الامتحان الافتراضي للماتلاب. الآن رسم لي الدالة، نتعالج الخطأ ورسم لي الدالة بشكل مضبوط. هذا مثال بالماتلاب، وهكذا بقية الأمثلة. هذا أيضا فيما يتعلق بدروس المرحلة الثالثة. خلينا نذهب إلى المرحلة الرابعة، أيضا نشوف نماذج من الدروس. إحنا هدفنا نتنقل بين المراحل حتى نشوف ونعرض ونبين أن النظام عندنا نظام متكامل ولجميع الدروس، يعني شغلة متكاملة، ما عندنا يعني شيء موجود نص ونص، زين لا، هذا النظام امام الجميع متكامل. ايضا بمحاضرات، وهنا ايضا موجود في يعني امتحان فيرتشوال لاب، هذا ايضا موجود امتحانين بدل الامتحان، دوكيومنتس بالبي دي اف، فيديوهات موجوده، روابط موجوده، هنا اساينمنت، هنا اساينمنت ايضا اعطيه للطلاب، سته مسلمين، بقيه ما مسلمين بعدهم. هنا كوزات الكترونية موجودة للدرس النظري، هذه كوزات قديمة مسويها، هذا كوز جديد، هذا راح يصير في يوم 28 بالشهر، هذا لا أجري سابقا، هذا أجري سابقا، روابط محاضرة، فيديوهات أو دوكيومنتس، يعني هذا بشكل متكامل. نشوف نموذج آخر لدرس آخر، جاي نختار يعني عينات
نوعا ما عشوائية مثلا. خلينا نشوف درس الارتفيشال. أنا ليش أروح لبعض الدروس؟ لأن هاي دروس بها مختبرات افتراضية، فأشوف مسوين أو ما مسوين المختبرات الافتراضية. أيضا الدوكيومنت هاي كالمعتاد موجودة بالبي دي اف، هاي أكيد. هنا هذا رابط لمحاضرة، رابط هذا فيديو، أيضا فيديو وملاحظات دائما أول بأول تنزل للطلاب، شروحات لهم، توضيحات. هذا كويز أجري سابقا، هذا كويز لاب مع المختبر أجري سابقا، فيديوهات دوكيومنتس، أشياء كثيرة موجودة. هاي فيديوهات لا زالت. هذا امتحان افتراضي، هذا امتحان افتراضي هنا. طبعا احنا لغة البرمجة نستخدمها بالذكاء الاصطناعي هي البرولوج، فينطي هنا مثال. هذا ايضا امتحان افتراضي اخر، هذا امتحان افتراضي ثالث، امتحانات افتراضية. ها، حسب توصيات الوزارة طلبت ريبورتس، ايضا طالب الاستاذ من عندهم ريبورت هنا يقدمونه لغاية يوم 17 اللي هو اعتقد البارحة كان آخر يوم، وربما مدد لهم الوقت. حاليا 38 من 54 طالب مقدمين الريبورت. هنا فتح لهم منتدى أيضا، هذا منتدى يعني إذا واحد يضغط عليه، المنتدى هو Asynchronous Discussion، يقدر هنا يدخل يضغط على هذا الرابط ويدخل ويطرح التساؤل مالته أو جواب لسؤال الأستاذ الممنوح. طبعا الأستاذ من يضع أسئلة يروح للطالب Notification إخبره، وكذلك الطالب، حتى الطالب من يحط جواب يجي للأستاذ Notification إخبره أنه أحد الطلبة وضع جواب، إذا تروح تشيكه إنزين وتشوفه. إذن الصفحة هذه ما شاء الله صفحة متكاملة بها يعني فورم منتدى وبها كويز وبها يعني مختبري افتراضي، امتحان مختبري افتراضي ومحاضرات فيديوية مسجلة، يعني صفحة متكاملة، يعني كل التفاصيل موجودة بها يقدر واحد يدخل لها. هذه بالنسبة هذه نماذج من الدروس، والكلام ينطبق على جميع الدروس بدون استثناء. إذن إذا تلاحظون نظام متكامل، نظام ممتاز. نرجع للصفحة الرئيسية، نظام متكامل، وطبعا الحال ينطبق لجميع، مو فقط جميع الدروس وإنما جميع الأقسام، كل أقسام، الأقسام المدني والحاسبات والاتصالات وتقنيات الحاسوب، الأقسام الهندسية الأربعة كلها بهذه إن شاء الله بهذه التفاصيل. نظام متكامل، نظام إلى برايفسي عالي، إلى سيكوريتي عالي، الأرشفة لملفاتنا، فيديوهاتنا، محاضراتنا، جهودنا وجهود التدريسيين كلها مفهرسة، ما يضيع شيء. حتى إذا صار أي خلل بالنظام عندنا قدرة على استرجاعه، لأن كل أشياء هي مؤرشفة، يعني بعبارة أخرى كل ما يحتاجه التدريسي والطالب متوفر على هذه المنصة، كل ما يحتاجه التدريسي من محاضرات بشتى أنواعها وشتى صنوفها واختبارات بشتى أنواعها وصنوفها عملية أو نظرية موجودة، وبالتالي نوفر خدمة عالية المستوى للتدريسي وللطالب. فقط منصة التعليم الإلكتروني هذه موجودة عندنا، كل قنوات التواصل الاجتماعي أيضا موفرينها، لأن تعرفون منصات التواصل الاجتماعي هي الأقرب إلى المستخدم العراقي بشكل عام وطالبنا بشكل خاص. حكينا كثيرا بقناة كلية العراق الجامعة على اليوتيوب، هذه هي قناة كلية العراق الجامعة على اليوتيوب، كل الفيديوهات، النشاطات طبعا سواء كانت الفيديوهات اللي تتعلق بالمحاضرات الفيديوية أو النشاطات الأخرى من سيمينارات أو مؤتمرات أو أي نوع من أنواع النشاطات كلها موثقة. عندنا وحدة الإعلام تعمل جاهدة بشكل ممتاز لتصوير وتوثيق كل الأحداث اللي تصير داخل الجامعة، كلها موثقة ومصورة، هذا على الصعيد العام. طبعا احنا ما يهمنا الان هو ليس الكلام على المحاضرات او على عفوا على السيمينارات او النشاطات الاخرى، ما يهمنا الان هو الكلام على النشاطات التي تتعلق بالتعليم الالكتروني، مثل ما جاي تشوفون حضراتكم فيديو خاص بطريقة عمل تيست VPL على تنفيذ برامجيات بـ C++ والجافا، هذه محاضرة في الكمبيوتر نتورك، هذا فيديو يشرح كيفية إنشاء الشات والفورم على المنصة، هذا فيديو خاص بإجراء اختبار افتراضي لمادة الذكاء الاصطناعي بلغة برولوج، هذا اختبار لمادة النتورك سيكوريتي، هذا كيفية، هذا فيديو توضيحي لكيفية إنشاء امتحانات مختبرية بلغات برمجية مختلفة، هاي محاضرة علمية، هذا ملف فيديوي لشرح طريقة استيراد أسئلة مطبوعة بملف وورد
شلون تستوردها وتنقلها إلى الكوستشن بانك في منصة المودول. هنا أيضا شرح آخر لكيفية عمل اختبارات برمجية مختلفة. هذه محاضرة علمية، هذه محاضرة علمية، محاضرة علمية، وهكذا كلها محاضرات علمية. هذا هنا شرح عن النظام وكيفية استخدامه للطلبة من قبل الطلبة والتدريسين، يعني شروحات تعليمية، ورش عمل مصورة تصوير كامل لطريقة استخدام الطرق الإلكترونية بشتى أنواع، حتى الجوجل كلاس روم أيضا إحنا نستخدمه بنسبة معينة نستفيد منه. أيضا أكو شروحات فيديوية توضحها، محاضرات صفية قبل الحضور، هذه المحاضرات كانت قبل الحضور، إحنا بادين قبل الحضور بالمناسبة بالعملية الإلكترونية أو الفيديوية، فكانت أكو محاضرات يشرحها الأستاذ نعم بغياب الطلبة، ولكن هو يشرح وكأنه الطلبة موجودين أمامه. محاضرات كثيرة صورناها عن طريق الكاميرا الفيديوية، هذه هي كلها موثقة ومصورة ومحملة على قناتنا على اليوتيوب. هنا نستفيد أولا وثقناها فهي قريبة من الطالب، من يريد الطالب على سبيل المثال أن بأي لحظة من اللحظات يفتح النقال مالته ويدخل على اليوتيوب ويشوف هذه المحاضرات، نقطة أولى. والنقطة الثانية ننقل الروابط لهذه المحاضرات والفيديوهات التعليمية ننقلها على المودل، فبالتالي هناك بعد ما راح يكلفني أخسر مساحة على السيرفر مالتي اللي موجود على المودل، لأن الخزن هو في الأصل على من؟ على اليوتيوب، هناك فقط نودي الرابط. أما من ينقر الطالب على الرابط على منصة التعليم الإلكتروني ينفتح الفيديو باليوتيوب. إذن إحنا كسبنا أنه ما خسرنا مساحة المخصصة لنا على السيرفر، ولا وبنفس الوقت اليوتيوب في كثير من الأحيان يميلوا له الطلاب ويحبوه لأنه يعني أقرب لهم ويعتقدون أنه هو أسرع لهم، ربما هم يعني محقين في ذلك في كثير من الأحيان، رغم أن المنصة أيضا التحميل مالها يعني سريع وليس بطيء. هذا فيما يتعلق بالقناة، قناة الكلية على اليوتيوب فقط هاي، لا عندنا أيضا قناة أو صفحة الفيسبوك، صفحة الكلية على الفيسبوك نفس الكلام، أيضا النشاطات ننشرها على الفيسبوك، الفيسبوك هو الأقرب إلى الناس، دائما الناس تتابع الفيسبوك بكثرة، الإعلانات، النشاطات، المحاضرات العلمية، المحاضرات التوضيحية والشروحات وورش العمل اللي نسويها أوفلاين أو أونلاين كلها أيضا محطوطة على موجودة على الفيسبوك، لأن الفيسبوك هو أكثر التصاقا بالناس، فآخر الأحداث وآخر الأخبار وآخر النشاطات دائما تلقاها موجودة على الفيسبوك. هذه هي صفحة الفيسبوك، صفحة متكاملة أيضا، وحتى الماسنجر الطلبة بعض الأحيان يوجهون أسئلة للآدمن من الصفحة ويجاوبهم على كثير من تساؤلاتهم عن طريق الرسائل أو عن طريق الماسنجر للفيسبوك. أيضا عندنا قناة على التليجرام، هذه قناة كلية العراق الجامعة على التليجرام، تنزل بها آخر الإعلانات، آخر النشاطات، الفيديوهات كلها تنزل أول بأول أيضا على قناة التليجرام، فبالتالي ما نترك خيار من الخيارات المتاحة غير موجودة للطالب. أكو طلبة يميلون لهذا هذه الوسيلة أكثر من الوسيلة الأخرى، فبالتالي إحنا نحتاج التليجرام هو موجود، نحتاج الانستغرام إلى آخره، اليوتيوب، الفيسبوك كلها موجودة، هذه كلها النشاطات موثقة، المحاضرات، الإعلانات، كل التفاصيل موجودة، المحاضرة سواء كانت العلمية أو الشرحية والتعليمية التوضيحية، ورش العمل، جداول، كلها تنزل أول بأول، قناة يعني متابعة لكل الأحداث، كل التفاصيل، الجداول، الأخبار، ما يحتاج ما يتعلق بالطالب والأستاذ من نشاطات الجامعة، أخبار الجامعة، جداول، محاضرات، كلها موجودة على قناتنا على التليجرام. بعد فقط أيضا قناة التليجرام، لا بعد أيضا موجودة عندنا قناتنا على الإنستغرام، أيضا قناة الإنستغرام موجودة بها نفس النشاطات اللي تعرض، يعني وحدة الإعلام حقيقة تبذل جهد كبير بنشر كل الأخبار والمحاضرات الفيديوية في كل القنوات، يعني حتى تكون متاحة للجميع بشكل سهل وسلس وبوسائل مختلفة، واعتيادي أكو فروقات بين تحميل البرامج، بين تحميل الفيديوهات، بين البرامج المختلفة، مثلا على الواتساب بمحددات ربما ما موجودة على التليجرام، أكو مساحات معينة على الواتساب ربما ماكو هذا التحديد على التليجرام، وهكذا. فهذه فروقات إحنا
أيضا مراعينها موفرين كل شيء على التليجرام، كل النشاطات والسيمينارات والأخبار والمحاضرات الفيديوية الشرحية التوضيحية التعليمية أو كانت العلمية، المحاضرات العلمية موجودة على الانستغرام، إذا يوتيوب موجود، فيسبوك موجود، انستغرام موجود، تليجرام موجود، هذه كلها خدمات إلكترونية بالحقيقة نوفرها للطلبة. كل هذا يصب في مصلحة التعليم الإلكتروني وتسهيل التعليم الإلكتروني، سيما أنه هو تجربة يعني بالحقيقة حديثة عهد في العراق، فلا بد أن تتضافر الجهود لدعم هذه التجربة العلمية العالمية، يجب أن نهتم بها الآن في هذه الظروف أو حتى بعد تحسن الظروف، يجب أن تعطى المحاضرات الإلكترونية والمحاضرات الفيديوية والتعليم عن بعد والاختبارات الإلكترونية عن بعد، يجب أن تولى نسبة من الدرجات، وهذه توصيات الوزارة، حتى بعد تحسن الظروف ورجوع الدوام بشكل طبيعي يجب أن نهتم بهذا البعد ونعطيه فد ويت معين، فد وزن معين بالدرجات، حتى شوي شوي نرقى إلى مسألة التعامل الإلكتروني. وهذا هو تحديث مهم في النظام الكلاسيكي التقليدي، نظام التعليم الكلاسيكي المعتمدة عليه الجامعات العراقية. طبعا جهود كبيرة تبذل من وزارة التعليم العالي الموقرة، وأيضا جهود كبيرة تبذل من الجامعات، ومثل ما شفتوا حضراتكم الآن هذا الجهد الكبير اللي تبذله كلية العراق الجامعة دعما منها للتعليم الإلكتروني وخدمة للطلبة الأعزاء بكل ما ينفعهم ويفيدهم. شكرا للجميع لدعم ملف التعليم الإلكتروني، وشكرا جزيلا لاستماعكم.